دار اللغة العربية، نرسم الفصحى على كل شفاه. السلام عليكم، هل صليت الفجر؟ ماذا سمعت من أقوال المؤذن؟ يعني بعد ما يقول حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. ما معنى الصلاة خير من النوم؟ حقا الصلاة خير من النوم، لأن النوم استجابة لنداء النفس، والصلاة استجابة لنداء الله تعالى. هي خير من النوم، لأن النوم راحة للبدن، والصلاة راحة للروح. هي خير من النوم، لأن النوم موت، والصلاة حياة. هي خير من النوم، لأن المؤمن والكافر يشتركان في النوم، والصلاة لا يصليها إلا المؤمن. لأجل ذلك كله ناداك المنادي، الصلاة خير من النوم. السلام عليكم.